السؤال اللي بعد، رايكم في اللي قاعد يعمل فيه ايالي وكاسترو كي ولا واحد؟ رايك في اللي قاعد يعمل فيه فريق ايالي وكاسترو؟ اوكي، بالنسبه اللي يعمل بالنسبه اللي يعمل فيه ايالي حاجه باهية برشا، وعمل وقته وعمل وذكي عليه من اول ما دخل الزملاء، ذكي ليركلي وكل شيء، وفي وقت معين كان اذكى، اكش بد روحه شوي وخدم وحرك وقام بكري وتعب على ليريكس وعرف وين يبلس. دونك عمل برشا ثورات في الفيوز وفي في التراب، في الستيل اللي خدم فيها عمل ثوره في تونس. واضح. وكاسترو بالنسبه للغراب، غراب بيرسوناج غريب، غراب ما قليل وين تلقى انسان يكتب كيف غراب. دونك غراب حاجه يلزمه يظهر، غراب بيرسوناج راه مش كاين في الموسيقى، كان عمل تياتر راه باش يعمل كيف هكاك غراب ولا باش يعمل حاجه اخرى. داكورد. واضح. زوفري كيف نفس الحكايه، نفس ورايك في الشيء اللي قاعد يعمل فيه تويك اي لي وكاس؟ انا نشوف كل انسان عنده تركيبه وعنده فيزيون يراه يتوجه فيها، هذا هو معنى فهمتني. معناتها انت ناش حبيت تصنع طريق هذاك تكمل فيه وكا، هذاك شنو عملوا معنى؟